اهلا بحضراتكم، تحياتي كابتن ايهاب يوسف من قناه صوت الاهلاويه من على اليوتيوب، وهي القناه المخصصه للدفاع عن النادي الاهلي ضد كل ما يقال ويكتب في القنوات الفضائيه والمواقع الرياضيه المصريه الغير حياديه. واحنا شعرنا رافعين شعار هنا في قناه صوت الاهلاويه زي ما حضرتك شايفه، سيبك من القنوات الزملكاويه ودعم القنوات الأهلوية سواء إلا على اليوتيوب أو القناة الوحيدة وسط الفضائيات المصرية وهي قناة النادي الأهلي، وبتتكلم وبتحاول إنها تدافع عن النادي الأهلي في حدود المتاح والممكن. لكن إحنا هنا في اليوتيوب واخدين مساحة حرية أكتر وبنتكلم بحرية أكتر، فأنا برجوك إنك أنت تدعم كل القنوات الناطقة أو اللي بتدافع عن النادي الأهلي ومن ضمنهم قناتي المتواضعة. أنا الحقيقة امبارح كان في فيديو عملته بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والحقيقة إنه من تعليقات الأصدقاء على الفيديو أنا يعني خدني كده تعليق لأحد الأصدقاء اسمه السيد الخميس. الحقيقة إنه يعني التعليق حبيت ان انا اشارككم فيه لانه لمسني. الراجل في تعليقه بيقول: والله كلامك على كلامي اللي انا قلته في الفيديو هو نفس كلامنا كلنا، كل كلام المحللين هري دون اي فايده. انا عايز اشكره لانه يعني التعليقات دي بتدي دافع وحافز ليا انه انا ماشي صح زي ما أنا بحاول أعمل، وإنه لما أنا قناتي اسمها صوت الأهلوية، فلما يجي حد من الأهلوية ويقول لي إن كلامك هو نفس كلامنا، إذن أنا قناتي اسم على مسمى إني بتكلم بصوت الأهلوية وما أكثر الأهلوية المخلصين للنادي الأهلي. دي يعني حاجة حبيت إن أنا أبدأ بيها مع حضراتكم. لما عملت الحلقة بتاعتي مبارح الحقيقة ما كنتش شفت المداخلة الكارثية اللي عملها عصام عبد الفتاح، وعمل مداخلتين على قناة اون تي في اللي هي واحد واثنين سبورت، واحد واثنين، واحدة عملها مع سيف زاهر والتانية عملها مع مدحت شلبي. والحقيقة انه طبعا الاثنين ما خرجوش عن نفس السياق اللي اتكلم فيه، ولكن انه لما يجي يقول لي روح البروتوكول، هو مصطلح جديد وتوجه جديد للحكام المصريين، وانا النهارده امام معضله لانه هذه اللعبه لم تحتسب هدف. كويس، طيب لو اللعبه دي حصلت مستقبلا مع فريق آخر، مش لازم الزمالك يا سيدي، مع أي فريق آخر وتم احتساب الهدف، هيبقى هنا الحكم بتاع الفار لم يطبق روح البروتوكول، ولا روح البروتوكول طلعت روحه وأنا بستخدمه وقت ما أنا عايز وما استخدموش وقت ما أنا عايز؟ لا يا جماعة، يعني أنت لما بتحط قوانين فالقوانين دي احنا كلنا بنمشي عليها، حدش يجي يقول لي روح القانون وروح البروتوكول وروح مامته وروح مش... لا، ما ينفعش الكلام ده، كلام تهريج. امال هم حطوا القانون ليه؟ طب ما كانوا سابوها ميغا، كان جه قال لك ايه؟ انه البروتوكول ان الفار من حقه يتدخل في اي لعبه هدف ويرجع. طب ده ممكن بعد خمس دقائق من لعب كوره معينه الفار يرجع بقى ويقول لك بروح البروتوكول انا هلغي الكره، لان الكره دي لما اتحسبت غلط او راحت للفريق المنافس فاستفاد بيها، فجه كورنر، فالكورنر اترد عليه بكورنر، وبعدين الكورنر اترد عليه بهجمه جابت جول. ايه التهريج ده؟ هو احنا بنتكلم بنشتغل في ايه؟ في حاجه اسمها روح البروتوكول؟ امال هم اخترعوا البروتوكول ليه اساسا؟ ده قانون. كلام اللي بيتقال ده كلام يعني انا مش عارف، انا يعني انا مش بحب اغلط في الفيديوهات بتاعتي، لكن
انا هقول لحضرتك يا كابتن عصام، يا عبد الفتاح، يا رئيس لجنه الحكام المصري، بروتوكول وروح القانون وروح الاحتواء وكل الارواح اللي احنا حضرناها وحلاوه روح بالمره هي اللي خلت انه يبقى في حكم واحد في ممثل لمصر في كاس العالم في قطر 2022، وهو ليس حكم ساحة كمان، هو حكم راية. وعلى فكرة انت بعظمة لسانك قلت انه ساعة لما كان في ناس بتتكلم في الفضائيات انه مفيش حكام مصريين هيروحوا كاس العالم، انت كنت بتقول مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ده في اكتر من حكم رايح وبكرة تشوفه. وفعلا شفنا انه بروح كلام عصام عبد الفتاح مفيش حكام غير حكم واحد مساعد. طبعا كلنا عرفنا النهارده ان رابطه الانديه رفضت طلب النادي الاهلي تاجيل مباراه استرن كومباني اللي هي هتقام يوم 25 هذا الشهر قبل 5 ايام من مباراه كاس النهائي كاس افريقيا. و أنا طبعا يعني مستغرب إنه رابطة الأندية رفضت إنها تدي راحة للنادي الأهلي علشان يستعد جيدا للمباراة النهائية، ما يحصلش إصابات، لأنه طبعا كلنا شايفين اللي بيحصل في النادي الأهلي. حقيقة إن دي محتاجة أساسا وقفة، لكن هنخليها في حلقة تانية موضوع الإصابات الكتيرة اللي بتحصل. لكن رابطة الأندية رفضت إنها تدي للأهلي فرصة إنه يشم نفسه وانه يشرف مصر وهو مرتاح قبل مباراه الوداد. حقيقه انه ده بيرجعنا الى الكلام اللي قاله قبل كده حسين لبيب الاسبوع اللي فات، لما قال انه كان في اتفاق بينه وبين احمد مجاهد ان هم يضغطوا النادي الاهلي علشان يفقد نقاط، ويبدو انه نفس السيناريو بيتكرر هذا الموسم ايضا. وكان الله في عون مجلس إدارة النادي الأهلي اللي مش عارف هيلاقيها من بره ولا من جوه، وكأن النادي الأهلي نادي مش مصري، حقيقة شيء غريب جدا. عايز أتكلم في موضوع ميدو وخناقته مع مرتضى منصور. حقيقة امبارح أنا لما شفت الفيديو، امبارح الصبح لما شفت الفيديو بتاع ميدو، أنا مرضتش أعلق اللي قال فيه على مرتضى منصور إنه بيقول كلام أهبل وعبيط، وقال نفس الكلام على أمير مرتضى منصور. الحقيقة إنه أنا مرضتش أعلق لأني كنت متأكد إنه ميدو هيتراجع، لأنه هو اندفع، وطبعا أنتوا عارفين يعني مرتضى منصور مش هيسكت. فبالفعل ميدو امبارح اعتذر، قدم اعتذار وقال أنا بعتذر عن فيديو الإساءة، ولكن هذا لم يرحم ميدو من الوقوع تحت مقصلة لسان مرتضى منصور. وطبعا اتهمه أنه هو كان شارب وأنه مش عارف إيه، وهيديله بالجزمة وهيقدمه وهيحاكمه بتاع. ويبدو أن احنا هنشوف مرحلة جديدة من الخناقة بين ميدو وبين مرتضى زي ما حصلت قبل كده. والحقيقة أنه الواحد لما بيقعد يفكر كده بيلاقي أنه ده سيناريو مكرر للي كان بيحصل من كام سنة، هو معاد يعني مفيش جديد مفيش تجديد، سيناريو مكرر واحنا ملينا وزهقنا. والنهاردة ميدو بيرد على مرتضى منصور بفيديو قصير انه بيبخر استاد القاهرة، وطبعا يعني كان هو انا ضحكت بصراحة لما شفت الفيديو ده لانه كوميدي شوية يعني. لكن هنشوف مسلسل جديد بين ميدو مشاكل ومرتضى منصور، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. اعتقد انها هتنتهي بالصلح كالعاده، وهيروح ميدو ويزور ويدعم النادي، وانا مرتضى منصور زي ابويا وامير واحمد اخواتي، والقصه اللي هي ايه تنتربنتربنتنتو، وخلصنا على كده. فاجئنا برضو مرتضى منصور النهارده في الـ هو ما اعرفش هو مؤتمر ولا فيديو ولا انا مش عارف. ايوه كل نص ساعه بيطلع بفيديو جديد، ولكن اخر فيديو ما اعرفش بقى يعني، ممكن اكون على ما سجلت الحلقه دي طلع بفيديو تاني، لكن على اخر فيديو انا سمعته، انا ما بقتش اشوفه اساسا يعني، انه بيقول ان ابو جبل
بيتكلم على السحر بتاع استاد القاهره، وابسط دليل اللي بيعمله هاني زاده، ما اعرفش ليه هاني زاده هيعمل كده يعني، لكن ما علينا، انه بيروح شبرا خيط برضه. رجعنا تاني لقصه شبرا خيط، فاضل ابو سنيده عشان يبقى السيناريو محبك ومكتمل، يعني ناقصك ابو سنيده، مش لازم يبقى من قطر، ممكن يكون من اي دوله اخرى، ممكن يبقى ابو سنيده السنغالي، ممكن يبقى ابو سنيده التركي، في يعني في ممكن دلوقتي احنا عندنا مشاكل مع السنغال ومع تركيا، فممكن تجيب ابو سنيده السنغالي او التركي. فقال لك انه دليل السحر اللي معمول في استاد القاهره هو ان ابو جبل بيتنطط تحت العرض لوحده. الحقيقه يعني لفظ يعني تشبيه ظريف، بس هو فكرني بحاجه بعيده كل البعد يعني، لكن فكرني بالفيلم اللي هو بتاع جاني الوحوش لما قال له هو القرد لسه بيتنطط، يا عم بيتنطط ايه بس وبتاع ايه، كل الحراس المرمى لما بيكون ما فيش هجوم على الفرقه بتاعتهم بيقعدوا يسخنوا وبتاع، ده تسخين يا مرتضى مش تنطيط يعني، بس لو انت مش عارف احنا ممكن نقول لك يعني، بس الحقيقه يعني كانت يعني حاجه كوميديا سخنه. ما يزيد بقى من الكوميديا عشان اختم مع حضراتكم، انه قال لك طبعا انه هاني زاده هو اللي عامل هذا السحر، وبالتالي في استاد القاهره واللعيبه بتقع لوحدها ومش عارف ايه، ولا ومن حنطه وذكاء وحنكه مرتضى منصور، ما اعرفش حنطه دي يعني ايه، هي حنكه المفروض يعني، ولكن قرر مرتضى منصور عدم اللعب في استاد القاهره ونقل مباريات نادي الزمالك الى استاد الدفاع الجوي بعد ان حصل مرتضى منصور على الموافقات اللازمه. دي خطه سريه محدش يعرفها، مرتضى منصور بيراوغ سحر هاني زاده، فقال له انت عامل لي سحر في استاد القاهره فانا هروح، ده يعني من غير ما يقول له على العالم كله، فانا رايح العب في استاد الدفاع الجوي. الله، طب اللي بيعمل سحر في استاد القاهره ما هيعمله في استاد الدفاع الجوي، هو هيخاف من استاد الدفاع الجوي ليه؟ هو في ايه يخوف هناك؟ في ايه اللي هيمنع السحر هناك؟ يا عم اللي بيعمل سحر في اي حته هيعمله في اي بلد، ان شاء الله كوالا لامبور حتى. يعني انا نفسي اسال سؤال واحد وهنتظر اجابه حضراتكم اسفل الفيديو. ويا ريت لو في زملكاوي بيتفرج عليا يقول لي، هو انت يا زملكاوي مصدق موضوع السحر ومصدق انه لو اتنقلت المباريات من استاد القاهره لاستاد الدفاع الجوي السحر هيروح؟ مصدق ان هاني زاده مش هيقدر لو بيعمل سحر في استاد القاهره مش هيقدر يعمل سحر في استاد الدفاع الجوي؟ يا جماعه انا والله انا محتار، بس احنا بنشوف سيناريو مكرر من مرتضى منصور قبل عزله، هو نفس الكلام، نفس كل الاسلوب، نفس الشتايم، نفس كل حاجه، مفيش حاجه بتتغير ومفيش حاجه هتتغير. انا اسف لو كنت انفعلت في اخر الفيديو، بس الحقيقه اللي الواحد بيشوفه اليومين دول على الساحه الرياضيه من تحكيم، من لجنه رابطه الانديه، من مرتضى منصور، وكل اللي بيحصل ضد كمان النادي الاهلي بيخلي الواحد لازم يكون متعصب ويخلي الواحد لازم يكون متضايق. بشكر حضراتكم، وبتمنى انه اللي لسه ما اشتركش في قناه صوت الاهلاويه يا ريت يعمل اشتراك دلوقتي، سبسكرايب، ويفعل زرار الجرس علشان يصلوا كل ما هو جديد. بشكر حضراتكم والقاكم في الحلقه القادمه، سلام.